لكن اللي شاغل دماغي ان كان هناك حمله او توجيه او اتجاه معين بيقودوا بعض من لا يشجع النادي الاهلي رايحين في اتجاه انه الاهلي ما كانش كويس فكسب ولكن كسب البطوله. اي عم ماشي، ما انا ساعات ببقى وحش وبكسب البطوله. يعني مميزات جيل مانويل جوزيه انه كان بيعرف يكسب. مانويل جوزيه بس من مميزات اجيال النادي الاهلي من 1907 لغايه دلوقتي. الكلام اللي احنا بنقوله ده هو ده المشكله بالنسبه لي. سيبك من الفني، الفني ما احنا بنتكلم فيه، ولكن ما احنا زينا كمركز فنيه. التوجيه المتعمد الواضح انه الاهلي ما كانش كويس بس كسب. طب يا عم متشكرين. طب كم مره ما اي حاجه كان بيقول لك الاهلي واحد بس بيكسب تفوز. ايوه حاول تهمد الفوز خلاص كده حضرتك جبت يعني انا عمال الف وادور على النقطه دي. البطل يا كابتن بفضل الله تعالى يعرف يكسب في اي وقت. ده معناه إن النادي الاهلي ده نادي كبير وعريق ويملك القدرات اللي تقدر تتحكم في اي وقت، حتى وانا معلش حالتي مش جيده وده وارد في كره القدم. بفضل الله بجيب بطوله عبد الرحمن، فده مهم جدا. طب انا كان ممكن ابقى اعمل واروح واضيع وتشوفني، لكن العبره بايه؟ بالبطوله. ماتشات الكوز دي العبره بالبطوله. وبعدين بعد ما اخد البطوله دي وجهه نظري انا، بعد ما اخد البطوله النادي الاهلي مسته في كده برضه ان هو لا ينظر خلاص. ان انا خدت البطوله خلاص. لا الصفحه واتقفلت، صفحه واتقفلت.